السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وهذا الفيديو يلقاكم بخير إن شاء الله وبصحة جيدة. اليوم كما راكم تشوفوا جبتكم وصفة رائعة رائعة رائعة. أختي في الحقيقة مش أنا جبتها، أختي جابتها لي من عند صاحبتها، راجلها يخدم في بيتزيريا. بيتزيريا شنو نقولكم، بيتزا تاع الصح، بيتزيريا تاع الصح رائعة. الو عطاتني الوصفه تاع العجينه تاع البيتزا، قلت والله نقسمها مع الشيرات. ديجا طلبتوا مني، شفتوا حطيت لكم بيبليتكم في المنتدى تصاور تاع البيتزا، قلتوا لي حطينا الوصفه. الو قلت لكم، قلت ندير لكم زوج في واحد، دو زون بيتزا او ميم طون سوفلي، تقدروا تخدموا بها تاني السوفلي. قبل ما تبداو عندنا الفلوغ تاني تاع اليوم، لي بروموسيون اللي هم دايرهم في جوي، وعندي ليكم واحد القصه مؤثره تاع الوالدين، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. قبل ما تبداو الفيديو ديروا لي جيم وديرونا بارطاج، ودائما نفرح بالتعليقات نتاعكم. فرجه ممتعه للفيديو. غادي نبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. بسم الله شنسحقو، درنا كاس تاع الماء، الكاس اللي تعبري بيه. انا عبرت بالكاس الكبير اللي عندي باسكو ندير كميه لاباس بها. درت لها 3 مغارف تاع الزيت، الماء بيان سور يكون دافي، ودرت لهم مغرف صغيره تاع اللحظه. هذه اللحظه اختياريه، انا زدتها من عندي باش تعطيني العجينه تاعي تعطيها هشاشه. زدت هذيك المغرف صغيره تاع اللحظه، وانت الا بغيتي ديريها ديريها، ما دي تستغني عليها تنجمي تستغني عليها. هذيك المغرف تاع اللحظه من عندي انا، ماشي من عند الوصفه. مغرف صغيره تاع السكر، مغرف صغيره تاع الخميره تاع الخبز، وعندنا تاني مغرف صغيره تاع الملح. ما عمرتهاش بزاف ولا ناقصه شويه تاع الملح. غادي نزيدو لها حبه تاعنا تاع البيض، ونخلطوها بالمضرب اليدوي. نخلطو غير داك المكونات باش يتخلطوا لنا، نخلطوهم مليح مليح باش نبدو عاده نزيدو في الفرينه تاعنا. وصفه بزاف شابه، بزاف 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 شابه. اللي بغيتي ديري السوفلي ولا ديري بيتزا جربوها الشيرات وردوا عليا الخبر. الزيت اللي بغات تعبر بالكاس تاع لاتاي ديري نص كاس تاع لاتاي. وانا نبدا نزيد في الفرينه تاعي، الفرينه ما نعطيكمش العبر، غادي تلموا العجينه تاعكم مليح مليح تقعد. ودروك غادي نوجد لاصوص تاع البيتزا تاعي. مابغيتش باش نطولكمش الفيديو، غادي نقولكم شنو درت وش غادي ندير فيها. شنو درت فيها؟ درت حبة بصلة كبيرة، درت فيها زوج حبات تاع طوماطيس، سنينة تاع الثوم، ودرت شوية تاع الزيت. غادي نديرها فوق النار تتقلى تتقلى غاية باش تطيحلك ديك البصلة وطيحلك ديك الطوماطيس شوية. وش نزيدولها؟ أنا غادي دروك نعطيكم الوصفة نيشان، ومن بعد غادي نوريهالكم النتيجة. وصايي كيما قلتلكم شيات باش مطولش عليكم الفيديو. حبة بصلة، زوج طوماطيس، سنينة تاع الثوم، والزيت، ونديرهم يتقلو. ومن بعد من يتقلو نزيدو لهم طوماط كونسونطري، طوماط تاع القوطي، نديرو مغرف كبيره، شويه فلفله حمراء، شويه كمون، شويه حرور، والملح بيان سور. نعاودو نخلوهم فوقنا، نديرو شويه تاع الماء، نمرقو شويه تاع الماء، غير شويه تاع الماء ماشي بزاف، غير الصوص تجيك ثقيله. من بعد تخلطيهم، تخليهم شويه تاني يطيبو، ومن بعد تقليهم، تخليهم يبردو شويه وتميكسيهم. هذه هي الصوص تاعي تاع البيتزا. تبغي ديري كميه كبيره، ديري كميه كبيره ديال الكونجيلاتور تتهني. انا دي فوا ندير كميه كبيره، ندير ديك الصبيره ولا هذيك الطاوه ولا هذيك الكبيره، نعمرها طوماطيس وبصله ونديرها ونتميكسيها وندسها. نقعد بالشهر ما نسحقش نخدم هذه الخدمه، ولكن اليوم ما عنديش، وفي نفس الوقت بغيت نبارطاجي معكم. غنديرها فوق النار تقلى، ونعاود ندير المراحل اللي قلت لكم عليهم، ونميكسيها ونوريكم النتيجه تاعها ان شاء الله. تبعونا الفيديو تاع اليوم بزاف شباب. شوفوا شويه العجينه تاعي اللي درتها معكم، شنو دارت لي؟ دارت لي زوج تاع لي بيتزا في البلا هذا الكبير تاع الكوشه، ودرت خمسه تاع لي سوفلي، خمس حبات تاع لي سوفلي كبار ماشي صغار. انا قطعتهم هنايا هكا قريسات، ودرتهم هنايا في الاخر، غطيتهم باش يريحوا شويه. غادي نخدموا البيتزا تاعنا هي الاولى، بعد ولا نخدم لي شوسون هما الاولى، بعد هذا نروح البيتزا. ها هي لاصوص تاعي تحصلت عليها بعد ما ميكسيتها هنايا. ها عاد حاميه، شوف هذا الحاميه تجي روعه. هاد لاصوص تخدموا بيها، ولا زيتوا ولا درتوا كيلو طوماطيس وكيلو بصله، تقعدوا لكم شحال من اسبوع في المجمد، قسموها في لي ساشي ولا في حاجه، تعطوها في المجمد تبغوا تستعملوها تجبدوها.
انا غادي نخدم معكم لي سوفلي، نوريكم كي نخدمهم. بيتزا راكو عارفينها، غير تورقوها وديروها في البلا، ومن بعد نديرو المكونات تاعنا كل وحده على حسب اللي عندها سوا اللي عندها. سينو السوفلي غادي نخدمها معكم، نخدم معكم حبه باش تشوفوني كيفاش نخدمها. هذه هي شيله البيتزا نتاعي، غادي نديرها طيب. درت صوص طوماط كيما قلت لكم، ما باش نطول لكم الفيديو، الوغ هاد المرحله راه ماما كاع نعرفوها. صوص طوماط، درت فرماج، شويه تاع الكفته مقليه بسنينه تاع الثوم، ما درتش البصله باسكو لاصوص فيها البصله بزاف، سنينه تاع الثوم، درت شويه الكفته، درت فرماج هذاك تاع الحبه، ورابيت الفرماج نتاعي من الفوق، درت حبيبات تاع الزيتون، ونحمي الفوق الفوق الفوق، لكن لازم يكون حامي غايه غايه غايه، لازم تسخنيه مليح 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 باش مين ديريهم يطيبوا يخرج لك البيتزا تاعك شباب، تكون ماكسيموم تاع الفوق نتاعك، تشعلي عليهم من الفوق ومن التحت باش يحملك، لكن البلا تاعك يشعل من الفوق، الكوشه تاعك تشعل من الفوق ومن التحت، تشعليهم ومن بعد ملي تبغي تدفعي البيتزا نتاعك طفي من الفوق تخليها من التحت، سينو اللي تشعلها من التحت صبقيها ب 20 مينوت ولا باش تحملك غايه، ودير تدفعي ما تنقصش النار، دفعي البيتزا تاعك طيب. الفرماج اللي درته انا درت هذا غراتينو، درت هذا شقو تاع الشيدر، وغادي دروك نبدا معاكم في السوفلي. انا كما قلت لكم بديت في العجينه تاع السوفلي نتاعي، ترقيها بصح ما ترقيهاش بزاف باش حتى يبان لك حتى تبان لك البوطاجي، البوطاجي نديرو لافارس تاعنا تاع الكفته، لافارس تقعد اختياري اختياريه، واللي بغات بيان سيغ اللي بغات تزيد لي فخيت تزيد لي فخيت. ندير شويه تاع لاصوص من فوق، نديرو مرصويات تاع الفرماج تاعنا، عندي هنايا الزيتون كحل، غادي نسيي نقطعها هكا هكا، شويه تاع الزيتون، لا عندك الخضر ديري الخضر، انا من عندي الكحل بغي ندير الكحل هكذا. كما قلت لك بغيتي ديري لي فريت عاوني بلي فريت، سيرتو لها تكون دايره الشونسون واحد. عندي هاد البيتزا تاع الفرماج تاع الهامبورغر، انا تاني تبغي هذاك ديري البيتزا تاع الفرماج تاع البيتزا، ديري الفرماج تاع البيتزا. غادي نقطعه هكذا وندير هنايا فوق العجينه تاعي ونطبق كما هكا، نمشي شويه هكا نطبق هكا، ديرو تاع البيتزا خير هكا، كاع نعاود نقول لكم باش نخدموها هكا. غادي ما نخدمهاش هنايا، غادي تا نديها فوق البلا تاعي، ها هو البلا تاعي، نحطها هنايا فوق البلا تاعي كيما هكا، ونجي اون فورشيت ونمشي، وكاين اللي يبغي يطبق يطبق، انا ما نطبقهاش نبقيها هكا، نمشيها فورشيت هكا هكا، نمشي المهم نمشي، راني غابنتني ماش لا ها لا باش ندور البلاك هذا غابنا روحي، كيما هكا نخدمو كيما هكا، ومن بعد شنديرو نحكمو حبة تاع بيض نزيدولها مغرف تاع الحليب وندهنهم من الفوق ونديرهم ديريكت يطيبو، ما نخليهم لا يعاودو يخمرو لا والو، طيبيهم ديريكت ودوك نشوفهم كيفاش يخرجو هايلين. هنا درت حبة تاع البيض ودرت مغرف تاع الحليب، البيتزا تاعي راها طيب، وغادي نهادو ندهنهم غاية بهذا الخليط اللي درته، ومن بعد نديروها طيب بصح هاد الشوالة هادي نشعلو ليها من فوق ومن تحت، من تحت اللي عندك الفوق يشعل من فوق ومن تحت، غادي من تحت تخليها نار مليحة، ومن الفوق تنقصي ليها تخليها نار قليلة باش ما يحمرلكش بالخوف قبل ما يطيبلك من تحت، واللي عندها نار من تحت تشعل من تحت طيب، من بعد تشعل من فوق. غادي ندهنهم كاع ونديرهم يطيبو، ونروح نشوف البيتزا تاعي اللي راها في الكوشة كيما تنحرك لي، ونعاود نتلاقو باش نشوفو الشكل النهائي تاع السوفلي تاع البيتزا. هذه هي البيتزا تاعنا، راها طابت وجدت لكم شيلات، تجي ما شاء الله تجي روعه روعه بهاد لافات اللي درتها لكم، ان شاء الله غير تجربوها واكيد اكيد غادي تنجحوا فيها وغادي تعجبكم. وكما قلت لكم اثنان في واحد وصفه تاع البيتزا، ومن طون ديروا العجينه ديروا بها السوفلي. هذه هي البيتزا تاعنا كما راكم تشوفوا فيها هنايا، درك غادي نروحوا للسوفلي تاعنا اون ديريكت، هذا هو السوفلي تاعنا، شوفوا كيفاش تجي الحبه تاعكم، تجي روعة 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 روعة. غادي نقسمكم عاد سخون باش ياكلوه، منخلوش حتى يبرد ياكلوه، شوفو كيفاش يجي، يجي خاوي الداخل، يجي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله عجبكم الوصفة تاع اليوم،
عجبتكم السوفلي والبيتزا تاع اختكم ما تنسونيش ديروا لنا جيم وديروا لنا البارطاج ومرحبا بكم والفيديو الجاي ان شاء الله. الجوله تاعنا تاع اليوم ولا البلوك تاعنا تاع اليوم كما راكم تشوفوا غادي نديروه عند جوي، راه داير دي بروموسيون بزاف شابين. نتمنى ان شاء الله تبعوا الفيديو من الاول الفلوغ بليطو من الاول الاخير، واكيد اكيد غادي تشوفوا لي بروموسيون اللي راه دايرهم في لي زاديداس بزاف بزاف شابين، سورتو اللي خاصها لي زاديداس باش تشريهم. عندهم زوج محلات في عقد في العقيد لطفي، وعندهم واحد في يغمراسن اللي تبغى اللي يساعدها العقيد تروح العقيد، اللي يساعدوها بصقتها تروح لها ثاني. تلقوا هذوك لي بروموسيون في المحلات تاعهم، كاع اللي راهم دايرين المحلات تاعهم تلقاو لي بروموسيون. كما قلت لكم شيرات لي بروموسيون بزاف راهم دايرينهم، كما هنايا 90 دو اشتي 3 غراتوي وكاليتي شابه. غادي تشوفوهم معايا هنايا، راك تشوف كاع هاد لي زاديداس، هاد لاكام تاع لاديداس تشري زوج 3 غراتوي ويديروا 90000. 90000 اديداس كيما هادي ب 90000، وتشري زوج يعطوك وحده باطل، تشري زوج تشري لبنتك وتشري لولدك وتشري لهم زياده باش يبدلوا بيناتهم. وبزاف راهم دايرين، غادي تشوفوا في الفيديو تاع اليوم راهم دايرين بزاف، ماشي غير في هاد لاكام لي ميتش في البلون في بزاف راهم دايرين لي بروموسيون بزاف بزاف شابين. اللي بغات تروح تشري هي اختها، اللي تبغي تشري هي وسلفتها هي وحماتها هي واي واحد هي وصحبتها يكونوا عندهم صغار يبغوا يتعاونوا يشرو في رحبه، دائما هذيك لا 3 كاتويس في لي زاديداس حتى لي في سيرفيس راهم دايرين تاني دي بروموسيون شابين. غادي تفرجوا الفيديو وغادي تشوفوا الكاليتي تاع القش تاعهم، راكم عارفين اللي موالفين يروحوا لجوي، جوي يجيب حاجه شابه حاجه نقيه وكلشي. الفينيسيون تاني تاع الصوالح تاعهم لا ميم لي زاديداس حتى لي سيرفيت حتى فينيسيون شابه، فينيسيون تاعهم شابه كما راكم تشوفوا هنا. هاد الاديداس تاني شابه بزاف عجبتني، لي بري تاني راهم دايرين دي بري تاني ملاح بزاف شابين. هنايا 3 اشتي 4 غراتوي، هنا مين تشري 3 عليهم يعطوك الكاتخيام غراتوي. هاد لي بونطالون هنايا لي بول تاني هادو، هادو جايين مونشلون وجايين الكو تاعهم الرقبه تاعهم طالعه شويه، ماشي طالعه كولغولي ولكن طالعه شويه كما راكم تشوفوا فيها هنايا. تلفقينها تاني مع سروال جين ولا سروال تاع لاطوال ولا كي درتي اونصومبل بي كي قال لك الواحد ببري ريزونابل. شوفوا فيهم كشابين، ميم الكتان تاعهم تاني شباب، جاي هذاك الخيط الركيك. هادو تاني لي زاديداس تاني راهم دايرين تاع الشيله، تشوف كشابين هذاك الغوز وديك البلون بالارجون كلشي تاني شابين. هادو تاني راهم دايرهم بروموسيون، غادي نخليكم شيله تتفرجوا في الفلوغ نتاع اليوم. وغادي نحكي لكم حكايه اليوم بزاف بزاف مؤثره، كي قال لك كما كان يقولوا صحاب بكري كما تدين وتدان. وهاد القصه تاني تاع زعما يحكوا عليها زعما تاع بكري هاد القصه، وهذا المعنى يجيها نيشان يجيها تاع بصح. وانا دائما كما تعرفوني نتاثر بالقصه تاع الوالدين تاع الاولاد الصغار تاع البنيات تاع نبغي هاد لي زيستوار. دوك والله نبارطاجي معكم هاد القصه نتاع اليوم. قصة تاع اليوم تدور على واحد كان متزوج بوحده وعنده الاب تاعه كان قاعد عنده، شاو الاب تاعه كان معاق اونديكابي مسكين، مي بلاصته ما يبوجيش، قال ديك المرات تنكرش عليه تنكرش عليه تنكرش عليه، وانا هبلني وانا ما قديتش وانا تنقي عليه وكلشي وانا ما قديتش ومنه ولا بكا. تخيري انا هو هبلات هذاك الراجل تاني، نحس نعاون تاني تاع الراجل تاني هبلات، راكو عارفين نسى مني بلوكينغ نو ربي شكون يقدلهم تاع المهبلات. قعد يحكم وعنده ولد، قعد يحكم ويخدم في ديك السله، يخيط واحد السله كبيره يخيط فيها ولده غير يشوف فيه، خيط فيها ولده فاش عدات لاش عمل يوم ويخدم في ديك السله وولده غير يشوف فيه. من كمل هذيك السله ولده راه غير يسقط فيه ويشوف شا الاب تاعه اش راه يدير. احكم الاب نتاعه رفده وحطه في ديك السله دايره فوق كتافه، هو طلع بيه طلع بيه طلع بيه للغابه، طلع بيه الجبل، طلع يتمشى نهار هما يتمشوا في ديك الغابه. حطوا مين وصل واحد البلاصه بعد بعد في وسط الغابه، ووصلوا حبسوا حط ديك السله مكتافه
وحط الاب نتاعه، نزله من السله وحطه تما في ديك البلاصه، بغى يسمح فيه في الغابه، بغى يسمح في الوالد نتاعه في الغابه. ولده الصغير غير يستغل فيه، راه يشوف الاب نتاعه اش راه يدير. حطه هي قال له ابي، قال له نخلو نخلو جدي هنا ونروحو، قال له غادي نخلو هنا ونروحو. مي اي جاو مهودين، اي الولد يقول له الاب نتاعه، قال له ابي، قال له رانا مهودين ونسيت السله. قال له لا، اش نديرو بالسله ودي ما نسحقوهاش. قال انت ما تسحقهاش، بصح بصح انا نسحقها، واش خاطر خامي نكبر نديرك فيها ونطلعك نجيبك نحطك هنايا. شفتوا الاطفال والاول الصغار وكلشي كيفاش يبدو. قال لك كما تدين زيدان، عشا هذاك الراجل راعي ودرفد الاب نتاعه وحطه في ديك السله ورده فوق كتافه وهوده للدار. قال لها اذا بغيتي تقعدي قعدي، ما بغيتيش تقعدي ها راه طري قدامك. نوصي خواتاتي ونوصيكم ونعاود ونعاود نوصيكم، ما عمركم عمركم ما تدخلوا الصغار في المشاكل العائليه، لا تاع الاسره نتاعك لا تاع العائله الكبيره نتاعك. عمرك ما تهضري قدام ولادك حاجه مش مليحه، باسكو كيما تهضري لهم يقعد لهم في الراس. تهضري في حماتك، تهضري في عزوجتك، تهضري في سلفتك، تهضري في اختك، تهضري في اهلك ولا اهل زوجك ولا كيما كي الاب كي الام. الولاد يشد الهضره في راسه، وعلى هذه راه الكراهيه بزاف رانا نشوفه بزاف، ما يبغوش عماتهم، ما يبغوش خالاتهم، ما يبغوش اهل الاب نتاعهم ولا اهل الام نتاعهم غير من هذه الهضره اللي كاع النهار. وكاين اللي كاع النهار ربي يسامحهم ان شاء الله، كاع النهار هي تهضر هذا اش داروا لنا، اش داروا لي، اش عملوا لنا، اش ما داروا لناش. هذه اللي هدير التفرقه بين العائلات. الوغ الواحد يشد فمه ولا يقول كلمه طيبه. هذا هو القصه نتاع اليوم، هذا ما بغيت نقول لكم خواتاتي. نتمنى ان شاء الله الفيديو نتاع اليوم عجبكم، الفيديو والبارطاج تاع اليوم عجبكم، والفلوق نتاع اليوم عجبكم. تهلاو في رواحكم وكملوا الفيديو الاخير. السلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته.